الخامات اللي احنا بنستخدمها في شغلنا هي الخيط والقماش ومعدن النحاس، ده مسحوب بطريقه معينه عشان يبقى سلس معانا في الشغل. زي ما قلت لحضرتك ان الرسمه دي بيعملها لنا الخطاط، وبعد كده احنا بنفرغها على ورق بلاستيك، بنفرمها بطريقه معينه بحيث نعرف نطبع بيها الكلام ده على كرتون، وبعد كده بنفرغ الكرتون ده بالمواصف، وبعد كده بنثبته بعد ما بنطبع الرسمه، وبعد كده بنستخدم السدا ده عشان يدينا البروز اللي حضرتك شايفه ده، ما يبقاش مستوى الشغل ومستوى القماش يبقى فيه بروز، يبقى الكلام بارز. تمام، واشرح لحضرتك بصوره عمليه ازاي احنا بنطلع الشكل النهائي. طبعا حضرتك اخر مرحله في الشغل هي مرحله السلك، دي اللي بتظهر جمال الشغل بتاعنا. ليه بنفرم الرسمه على الورق البلاستيك ده؟ عشان بعد كده بنيجي نحطه على القماش كده، نطبع على القماش ده بماده معينه كده اسمها زنك، تمام كده؟ عشان تدينا الطباعه دي، دي اللي بنشتغل عليها. وبعد كده بنطبع من نفس الورقه دي على الكرتون، بنفرغه وبعد كده زي ما حضرتك شرحنا قبل كده. دي حضرتك دي تبع الشغل المكتبي برضه، وده جزء من الكسوه اللي بتتحط على باب الكعب. الكسوه اللي بتتحط على باب الكعبه بيبقى مساحتها 6 متر ارتفاع في عرض 3 متر. ده جزء من الباب نفسه، من الكسوه اللي موجوده على الباب. تمام كده؟ وده طبعا شغل مكتبي زي ما قلت لحضرتك.